تعريف الطلاب الملتحقين بجامعة المنصورة بنظام حجز الكشف الطبي. الموقع ده بتقدم من عليه طلب الكشف الطبي وبتحجز لك مواد، بتحجز المواد من عليه تسهيلا لإجراءات رحلة طالب الثانوية العامة اللي بيقدم في الجامعات. طبعا بعد ما بتسجل اسمك في الكلية بتدخل على الموقع هنا علشان تحجز الكشف الطبي بتاعك. ده الموقع بتاع الكشف الطبي acce.mansnu.edu.eg. افتح معاك الموقع، هتدخل هنا الرقم القومي، طبعا ده رقم القومي الخاص بطالب تجريبي احنا حاطينه عشان نشرح ليه، وبنختار الكلية وبتعمل دخول. بيفتح معاك طبعا معلومات هامة عن التسجيل، ان الطالب لازم تدفع رسوم الكشف الطبي الاول الكترونيا حتى تتمكن من البيانات الطبية، بتدفع عن طريق فوري او الفيزا. الطالب بيملى بعد كده بياناته الطبية، هشرح لك الطريقة طبعا بالتفصيل خطوة بخطوة. بعد كده بيجي لك رسالة بالميعاد بتاعك بعد الحجز، تروح تعمل الكشف الطبي وبيجي لك النتيجة. طبعا دي أول صفحة، أول شاشة بتظهر لك أول ما بتدخل للتقديم، الصفحة الرئيسية بتاعتك. بعد كده بتلاقي عندك هنا خطوة تانية، ستيب تاني، نمبر 2، خطوات، شرح خطوات التسجيل ازاي وان انت تدفع ازاي، كل موجود هنا. بعدين بتدخل تاني الدفع الالكتروني، بيجي لك طلبك رقم كذا معلق، يرجى دفع 3000 جنيه خلال 24 ساعة. تضغط هنا علشان تتمكن من الدفع الالكتروني. تبدأ تدخل بياناتك هنا، بيانات الفيزا طبعا السيف، دخل ايميلك والموبايل نمبر من على فوري. تمام، طبعا بعد ما بتأكد الدفع بيبدأ يفتح معاك التحقق من الهوية. انا هنا طبعا رحت خلاص دفعت، اكدت الدفع. بعدين بدخل على الخطوه الثانيه، التحقق من الهويه، تم تفعيل البريد بدون نجاح. بتدخل البريد بتاعك، بيجي لك رساله على البريد فيها رقم اكتيفيت للبريد بتاعك. تبدا تدخل الاكتيفيت بتاع البريد بتاعك، الايميل بيجي لك الرقم. دخلت الرقم، تعمل تنشيط للايميل بالبريد الالكتروني بتاعك، هيجي لك تم تفعيل البريد الالكتروني لنجاح عشان تبدا تدخل على البيانات الطبيه. طبعا الكود اذا ما جالكش الكود خلال 5 دقائق بتعمل اعاده ارسال مره تانية للكود، الكود بيجي لك مره تانية على تدخل بعدين على البيانات الطبيه. هنا بقى بيجيب لك ان انت لازم ترفع صوره بالمقاسات الموجوده هنا اهو، 150 في 200 بكسل، ما يكونش امتداد الصوره من نوع بي ان جي. طبعا الصوره خلفيه بيضاء ذات ملامح واضحه، لان الصوره دي في الاخير هي اللي بتطبع على الكارنيه الخاص بيك. دخل هنا بياناتك الطبيه، دي بياناتك الشخصيه طبعا موجوده من الرقم القومي. دخل بياناتك الطبيه هنا، وزن التعليمات التعليم الأول، كل دوت موجود. بيانات أخرى بتعاين الأمراض، بتعاين طبعا كل فين دي بتقراها، تبدأ تسجلها وبعدين تعمل حفظ. طبعا كله على سبيل المثال أنا بشرح لك بس إن أنت طريقة إن أنت تبدأ تسجل بياناتك. طبعا مهم جدا ان انت تدخل رقم التليفون مظبوط، الايميل مظبوط، بياناتك كلها تكون مظبوطة، لان هي دي هتبقى طريقة التواصل معاك بعد كده. بعدين تبدأ تعمل حفظ. اول ما بتعمل حفظ بيجيلك بعد كده الميعاد بتاعك، بيجيلك رسالة على التليفون ورسالة على الايميل اللي انت بتسجله بميعاد الحجز بتاعك. طبعا اول ما بتجيلك الرساله بتدخل هنا على مواعيد الحجز، بتلاقي ميعاد الحجز بتاعك موجود، تبدا تروح تتبع الميعاد بتاع الحجز بتاعك وتروح المستشفى.